دورة يا سودا فكا. يتدخل الجيش الوطني بالإضافة إلى مهمته الأساسية وهي الدفاع عن الوطن في عمليات إنقاذ المواطنين في حالات حدوث الكوارث الطبيعية كالحريق، لذا جاءت هذه المناسبة لتسليم عربيتين مجهزتين بمعدات لإطفاء الحرائق لوحدة الإطفاء التابعة للجيش الوطني من قبل رئيس الجمهورية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو. ويقود هذه الوحدة الملازم أدوموماني بهديوم، وتم تدريب هذه الوحدة في كيفية التعامل مع كافة أنواع الحريق. لها لأول مرة نقوم بتوجيهات من القائد الأعلى السيد رئيس الجمهورية مارشال ديشات بكون كون هذا الجهاز يكون جهاز قوي ويدافع ويشارك في الأمن المدني للمواطنين سواء في القرى أو في المدن. هذا وتم إنشاء هذه الوحدة المكونة من رجال إطفاء تابعين للجيش الوطني في عام 1988، وتم وضعها تحت إشراف المديرية المركزية للهندسة العسكرية، وسيتم في الأيام المقبلة تخصيص رقم هاتف مجاني للسكان للإبلاغ عن حالات الحرائق.